بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وعلى أصحابه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا مهم كالعادة، وهو لو ازاي اقدر اتعامل مع بيض السلحفة، خصوصا لو انا مش موفر للسلحفة بيئة مناسبة عشان تقدر تحفر وتدفن البيض. زي ما حضراتكم شايفين كده في البوست اللي قدامكم، السلحفة بتاعتي جايباها بقالي شهر. النهاردة صحيت لقيتها جايبة بيضتين، اعمل ايه؟ ده طبعا المشكلة اللي بتصادفنا كل سنة للمربيين، طبعا اللي هم اول مرة يربوا سلاحف ومش موفرين لهم بيئة مناسبة. وانا في كل فيديوهاتي بقول وهقول اللي مش قد تربية السلاحف، يا جماعة ما يربيش عشان دي روح وهنتسأل عليها. وسبق وقلت في كذا فيديو اللي عنده سلحفة انثى، لو سمحت من فضلكم نوفر لها بيئة مناسبة عشان تقدر تحفر وتحط البيض بسلام. طبعا ده مش اول نموذج، وده نموذج تاني كان برضو كنت مشيره السنة اللي فاتت، ان السلحفة كده باضت برضو على السيراميك عشان ما كانش فيه بيئة مناسبة. وده نموذج تالت ورابع وخامس، وعلى طول المشكلة دي بتصادفنا في اثناء موسم وضع البيض. طيب انا هعمل ايه لو انا مش موفرة للسلحفة بتاعتي زي ما قلت لحضراتكم كده بيئة مناسبة؟ والمشكلة ان بيض السلاحف حساس جدا، يعني ما ينفعش يتقلب على الوضع للسلحفة عاملاه، لازم نفس الوضع للسلحفة حاطة فيه البيضة لازم ننقله او نسيبه بنفس الوضع ده، ما ينفعش نقلبه. بعكس البيض بتاع الفراخ او الحمام او البط بيتقلب عادي خالص، بيض السلاحف لا. طب ليه لا يا طنط نينا؟ هقول لكم ايه السبب. زي ما حضراتكم شايفين كده ان البيض بتاع السلحفه لما اول ما السلحفه بتبيضه بيبقى نازل من رحم السلحفه، بتكون القشره قشره البيضه المخصبه رطبه جدا ولزجه، بيتغير لون لونها الى اللون الابيض الداكن بالجزء العلوي فوق الجنين. ولما بيبقى عمر البيضة يومين بيظهر بقعة بيضة بالجزء العلوي من البيضة، اوكي. ولما بيبقى عمر البيضة من 5 ايام لسبع ايام بيكون نصف الجزء العلوي للبيضة ابيض، وبعد 12 يوم بيكون كل البيضة لونها ابيض والقشرة بتصبح صلبة. وقبل ما تفقس سبحان الله بأيام قليلة بتبتدي القشرة تبقى هشة نتيجة استهلاك الكالسيوم من قبل الجنين عند الفأس. بتقوم السلحفة صغيرة بكسر القشرة الهشة بواسطة البوز الموجود بمقدمة الأنف، وبعد الفأس بفترة بتفقد السلحفة هذا البروز. يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. زي ما حضراتكم شايفين هنا هي طبعا حطلها بتموس ورمل، بس طبعا الكمية قليلة جدا فما ينفعش السلحفة تحفر وتدفن البيضة، فللأسف الشديد باضت البيضة جنبها لان ارتفاع التربة مش مناسب خالص. طب في الوضع ده هنجيب ايه؟ هنجيب طبعا علبة زي ما حضراتكم شايفين فيها بتموس ورمل. هبتدي اجيب البيضة وهنقلها على نفس وضع البيضة اللي السلحفة باضتها فيه. طبعا في كتير بيعلموا البيضة وده للأسف الشديد طلع غلط، لان طبعا السلحفة بتتغذى على الكالسيوم اللي في البيض، فطبعا اللون اللي في الماستر ده طبعا اكيد بتتأثر بيه السلحفة من جوه وممكن يأثر على صحتها. فعشان كده انا بفضل ان احنا ما نحطش اي علامة على البيض. طبعا بعد ما بننقل البيض على نفس وضعه زي ما قلت لحضراتكم كده، بنجيب علبة وبنجيب بتموس ورمل، بنرطب البتموس والرمل كويس قوي، بعد كده بنحطه في العلبة. بنحتاج طبعا ترمومتر زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، طبعا ترمومتر بيقيس درجة الحرارة والرطوبة الاتنين مع بعض. درجة الحرارة والرطوبة بنبقى محتاجينها من 70 لـ80 درجة، اوكي. لو درجة الرطوبة اقل من كده بنجيب طبق ونحط فيه مية ونحط فيه قطعة سفنج عشان تزبط لنا درجة الرطوبة، اوكي. طيب بنعمل ايه كمان؟ طبعا بنجيب الغطاء بتاع العلبة بنعمل فيه فتحات عشان التهوية، بنختار المكان اللي هنحط فيه تحضين البيض ده تكون الشمس فيه بتيجي بس مش شمس مباشرة.
يعني هو بيبقى محتاج شمس بس بتيجي وتروح، مش تبقى شمس مباشرة عليه طول النهار. طب نيجي بقى ازاي السلاحف بتخرج من البيضة. عملية خروج السلحفة من البيضة بتاخد حوالي من 8 ساعات ل24 ساعة. اول حاجة بتكسر جزء صغير من البيضة، بتعمل بيه فتحات صغيرة عشان تسمح بدخول الهواء للتنفس. وقبل كده الجنين كان بيتنفس منين؟ سبحان الله، كان بيتنفس عن طريق الهواء اللي بيدخله من مسام قشرة البيضة. علشان كده كنا بنقول التربة ما تكونش مكتومة، وبنرشها بمية ببخاخ مرة كل يومين علشان الجنين ما يتخنقش. اوكي. طيب بعد كده الفتحة الصغيرة دي بتوسع شوية شوية على مدار الساعات التالية، وبعد كده بتقعد السلحفة الصغيرة في البيضة شوية. الامور متعلقة بكيس البيضة اللي بيكون في بطن السلحفة اللي هو كيس التغذية، حتى تمتص اي بواقي من صفار البيضة. مهم جدا 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 ان محدش يساعد السلحفة انها تخرج من البيضة، بنسيب ولا نشيل القشرة من عليها لو لقيناها مكسورة شوية. لا، احنا بنسيب طبعا احنا بنلاقي جزء من البيضة مكسور، فاحنا بقى بنحب نساعده كده، فهنفكر ان احنا نشيل السلحفة من البيضة. لا طبعا ما نشيلهاش ولا نيجي جنبها، لان في بعض انواع السلاحف بتاكل قشرة البيضة اللي بتخرج منها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبعدين بقى بيبتدي يتحرك، وبتكون حركة السلحفة الصغنطوطة دي بطيئة جدا وحساسة جدا، وكمان الصدفة بتاعتها بتكون لينة، يعني طرية جدا، مش صلبة زي ما احنا بنشوفها دلوقتي، لا بنلاقيها طرية جدا. اهم حاجة بقى لما السلحفة تطلع بقى من البيضة بتاعتها، مهم جدا انها تشرب مية، لازم نحط لها مية، ده مهم جدا جدا للسلحفة. طبعا احنا بنجيب لها طبق مسطح، لان السلحفة بتبقى صغنطوطة جدا وممكن تغرق في المية دي وهي بتشرب. اوكي، فاحنا نخلي بالنا من الموضوع ده كويس جدا. وبرضو نخلي بالنا ان البيض السلاحف مش كله بيفقس مع بعضه، يعني ممكن بيضة تطلع وفي بيضة تطلع في وقت تاني خالص، لان طبعا في سلاحف ما بتبيضش البيض كله مرة واحدة زي ما حضراتكم، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. فمش معنى كده ان السلحفة في بيض طلع وبيض ما طلعش يبقى البيض التاني بايظ، لا، نصبر عليه ياخد وقته. وزي ما قلت لحضراتكم كده، نسبة الحرارة والرطوبة بتتحكم جدا في الفأس بتاع السلحفة بتاع البيضة يعني. اوكي، الفيديو بتاعنا النهاردة يكون خلص. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه وتطبقوا الكلام اللي انا بقوله، لان طبعا الهدف من القناة ان احنا نربي تربية سليمة ونحافظ على السلاحف من الموت والانقراض. بحبكم جدا في الله، بستنى كومنتاتكم اللي بحبها جدا، الكومنتات الجميلة لما بتقولوا لي ان احنا استفدنا وان انتوا طبقتوا الكلام اللي انا بقوله، ببقى سعيده جدا، وده بيشجعني اكتر ان انا اقدم لكم فيديوهات اكتر واكتر عشان تستفادوا اكتر واكتر. ما تنسوش بقى تدعوا لي دعوه حلوه كده من القلب، وتعيشوا كان لي عمر ان شاء الله. انتظروني في فيديو جديد. بحبكم في الله، باي باي.